مدبحين. كلمة ازايكم مدبحين كلمة ريكة بتهز الفيلم. فكرة التحدي بتاعت النهاردة مطلوبة طلب اللي هو غير عادي. كل الناس عاوزة الفكرة دي. فاحنا قلنا ناخد الفكرة دي ونحط عليها التاتش. اللي هو ايه بقى؟ الخشومية. دي كرتونه ممكن تدخل ايدك من هنا ممكن تدخل ايدك من هنا عادي جدا. التحدي ده معروف ان هو يا بتشرب حاجه من هنا يا بتشرب حاجه من هنا، بس زي ما انتم شايفين احنا مش عاملين فتحات. ليه بقى؟ عشان التحدي بتاع النهارده انت هتغمس حاجه في حاجه، الحاجه دي ممكن تبقى حاجه حراقه، حاجه ما بتتشربش، حاجه ما بتتاكلش، حاجه مش ادميه اصلا، ممكن تبقى حاجه سبايسي. بس قبل ما نبدا الفيديو لو انت متحمس للفكره ما تنساش تدوس لايك وما تنساش الاشتراك في القناه تحت الفيديو، هتلاقي كلمه اشتراك باللون الاحمر دوس عليها خلي اللون رصاص، وما تنساش تدوس على الجرس من الشكل ده للشكل ده. المفروض ان اللي هيساعدنا في التحدي ده عشان يبقى منصف قوي ايه برو؟ مفيش خم ها؟ ايه؟ لا عايزين مستقل. انت تعرف عن تحديات التوينز ان فيها خم؟ يعني هو برو مشي وسابنا؟ هو انت شايفه ولا سامعه ولا انت حسيت بيه ازاي؟ انا مش حاسس بيه. اهو ايه ده في طبق فوق؟ نايس كنتاكي عمو كنتاكي. ايه ده؟ استنى انا الفرخه الاكبر. انا جعان. خلينا متفقين أيوة. ان مهما كان اللي هيجي لازم نغمسه كي. الا لو جاي دي حاله استثنائيه. في هنا حطيت طبق احط ايدي ابتدي الحاجه الحلوه يا برو بدون خم. استنى بس الاول وحش بس يعني يا موسى. ايوه ها هي دخلت. ايوه دخلت. انت غالبا جايب صلصه بس هي تقيله شويه. اه تلاقيك بقى جايب الصلصه اللي هي مش كاتشب. ما انا عندي تقيله برضه فاهم. يلا مين هياكل الاول؟ اكل انا. لا اكل انا. ادرك لها دلوقتي يا برو. طعمها وحش. طب كويس بشرتني يبقى انا بتاعتي اللي حلوه بقى. بسم الله. روعه. ايه والله جميله. دي شوكولاته. انت الشوكولاته بتاعتك وحشه. لا يا ماما. طب انت عبيت اما ايه بقى رتب لها الحوار ده؟ التحدي انك تكملها لاخرها. انا خلصت بتاعتي اهو ده قشره كملها. انا لو جات لي حاجه وحشه هاكلها. استنى بس ايه المصداقيه تعلى فوق. لو جات لي حاجه وحشه هاكلها. بسم الله. ده لا ارفعها ارفعها يا لئيم ارفع على بق واحد على قطمه واحد. واحده كمان واحده كمان. هي ما فيهاش غير لقمه. لا لسه في حته كمان. لا ما مش هنا. يلا كل. ريحتها غريبه قوي. فراخ بالنوتيلا كده. النتيجة 1-0. يلا بينا على الجولة التانية. أنا مغطي عيني بس برحرح البتاع. نوني أنا من أماني وأنا جني جروني بحب. أي حاجة ساعة. إيه ده الاتنين ساعين. طب أنا بغش. طيب أنت مالك. طب استنى هتختار أني ها 1-2-3. أنا اخترت دي. إيه ده فيش ليمون. يا لهوي على الحوار. استنى أنا هشرب الأول. طب ماشي أنا هشرب الأول. هو واضح ان هي حلوه. انت قاعد تشرب. لا والله استنى كده ملهاش طعم خالص. كذاب كذاب. انا شايف ريحه تفاح. طعم وحش. حرام عليك يا برام تدي له عصير الحلو. والله كذاب انت هتصيع عليا. يبقى انا كده عصيري وحش. يا رب ما يكونش وحش قوي. شد بقى. شد جامد. ايوه وبعدها استطعم بقى. عصير خروف. هو ممنوع ان انا ادوق في التحدي بس يعني للاسف ينسف. يا رب ما اختاروش. في ريحه. لا مش ريحه صوت حاجه صفيح صح؟ هياكلونا سلمون دول ولا ايه؟ انت فين يا برو؟ يا رب اخد الحاجه اللي انت لسه فاتحها يا برو. انا شفت كل حاجه. قلبي وانا معاك يا حبيبي. قلبي وانا معاك. نياو نياو نياو. عارف ميكي دلوقتي. ايه ده اخواته جم؟ ايه نحط شغلنا يا ابني فيلم على اي جي بيست. قلبي وانا معاك. ايه استنى مين انت الاول؟ انا شامم ريحه عسل ويبدو ان اللي جاي لي مش عسل. ليلى اقفل كده انت عامل زي خدت قطاطا. انا ممكن يجي لي موتيلا صح؟ وده عسل؟ يا نهار اسود امال العسل يبقى عامل ازاي؟ ممكن اخلع البتاع بقى؟ ما كل الاول واضح ان انا كلامي بيتسمع قوي. ده ايه ده؟ عسل؟ انت اكلت ايه بقى؟
لا انت واكل صوص الصويا. طب كده المفروض مين اللي حلو؟ هو ما اعتقدش ان في حاجه حلوه. المفروض انا اكسب برضو ان انا اخدت العسل. انا واخد باربيكيو. ايه يا ابني انت واخد باربيكيو؟ حاسب يا ابني انت واخد باربيكيو، يعني مش حاجه بتتاكل، بتتباع يبقى بتتاكل. كده النتيجة 3-0 2-1 3-0 2-1 3-0 بس برضه مش هيتاكل. 2-1 وبرضه انا كمان مش هكسب. الجولة اللي بعدها بيتين هاوس اوف بيتين. طب بالك ايه ده ده بيخرم في الكرتونة. ايه وانت هتشربنا النيل ولا ايه؟ جالو فتح عينك ليه؟ هما دانيه ايش يلا يا ابني ما تغشش يا ابني. انا شفتك حسيت انك مفتح عينيك ومفتح عينيك. اتنين تلاته ولا طبعا شد منها بقى. ان شاء الله تطلع برضو حاجه حلوه. هي من الريحة تقريبا حلوة كداب وعارف ان هي تبقى حاجة حلوة وحاجة وحشة. ما ممكن ان شاء الله تبقى في جولة تعادل. طب انا بشد الهوا دلوقتي يا شباب. انا بشد الهوا يا جدعان. في حاجة غلط يا جدعان. شد شد والله بشد. ايوه اجمد. دي قوطة صلصة طماطم. الجولة اللي بعدها كده جرجس يكسب ويبقى 3-1. ما تقرب الصندوق. ايه المشكلة يا شباب؟ يلا يا شباب عايز احط على رامي عشان عندي مزرعة سعيدة. انا زارع خيار وعندي جواميس كتير عايزة تاكل زيك كده. 1 2 3 رديت بالهم والهم مش راضي بيه. ريديت بال ايه؟ ملمس الازازه مش لطيف. قصدي حاجه من حاجتين، يا اما ازازه خمره واعوذ بالله، يا اما ازازه اندومي كوري واعوذ بالله برضو. هشرب انا الاول. لا انا اللي هشرب. لا انا شربت خلاص. شربت؟ انا شايفه خلاص. انا خلعت الرباط مش هينفع ان شيت كاتشب. انا بقى خدت ايه؟ يا نهار اسود. اندومي كوري يا حبيبي يا ابني. ان انت تاكل اندومي كوري بالشطه ده حاجه، وان انت تاكل الشطه دايركتلي كده على طول دي حاجه تانية خالص. يلا جاهزين؟ 1 2 3 طب انا حاطط ايدي على الاثنين. انت حاطط ايدك فين بقى؟ هو انت بتحط من ايدك من يعني انت بتشرب من ايدك؟ ايه ده؟ استنى فتحت عيني خلاص. انا اللي هدوق الاول. اوعى هتعرف. اضرب 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 يا ابني. انها حاجه جميله. بيجري بسرعه. انا عمري ما شفته بيجري كده. نجرب احنا بقى. هو صوص بس حلو. الشفاطه كان فيها اندومي كوري. اه هو إيه اصلا ده صرخ من ان الشفاطه كان فيها بواقي اندومي كوري. يا ابني ده هو برضه وحش. طيب كده بقى المفروض يبقى كام؟ 4-2 4-2. الله ايه الجوله اللي بعدها؟ ايدي فانتاستيك. في 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 ايه ده؟ شمينا الريحه دي؟ ايه؟ ريحه خيانه. ريحه خيانه. انا بسمع يا بابا صوت البلوك. رشاك بك اعلى من الرقم اللي انت فايده. لا خلاص هاتهم يا اسطى يبقى تحدي نضيف. 120 جنيه. انت كنت بتاع الشبابيك يا بابا. انت بابا يلا 1 2 3 في الشلمو. اوعى انا خدت اللي هنا. هو ده برجر صح؟ طب انا افضل اعمى؟ برا انت مشيت ليه يا برا؟ شكله عمل مصيبه ومشي. ده انا خميت وحسبتك ده الحلو. ادي اخرة اللي يمشي التحدي بما لا يرضي الله. يبقى ده حلو صح؟ اكيد مفيش اوحش. استغفر الله العظيم.
طب ده برجر بالنوتيلا ده ايه بالعسل. طب المفروض مين كده اللي خد الحاجه الحلوه ولا هم عشان حلويات بقى بعضهم؟ الخطه البديله بي اللي زعلك هاتوا من افا. تعال انت لا تاكلوا فاك انت مش بتاعك. اقعد انا راضي ذمتك كل وقول لي ايه رايك. انت هتاكل من ده وهتاكل من ده. لا 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 بتاع شد انا اوحش ومش هتاكل. يبقى هياكل ده يبقى هياكل التاني. امسك ده بقى كل ده. ما فيش حاجه ما سبتهاش ما خدتهاش غير من الساندوتش الصويا والنوتيلا. عرفت انا بتعب ليه يا شباب عشان المجاملات. تعال بقى ده بيصلي صلاه الموت ولا ايه؟ الله ابلع. ايوه 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 يا ريحته صعبه قوي. طب يا جماعه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتنزل تحت الفيديو هتلاقي كلمه اشتراك دوس عليها. اتاكد انك مشترك ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه والتحديات الجديده اللي جايه. وي شوفكم الفيديو الجاي. سلام.